بنشوف اشخاص كثير بيعانوا من مشاكل الجلد، اليوم رح نخصصها لفطريات الجلد، ودائما بيبقى مشاهدينا السؤال الابرز لدى الجميع انه هاي الفطريات كيف تتشكل وشو هي اهم اسبابها وهي شو هي اهم طرق العلاج. اليوم رح نضوي على هاي الحاله يا سلمى. صحيح رشا، رح نحكي اليوم عن فطريات الجلد، وطبعا هي كائنات حية مجهرية تنتشر بجميع الأوساط، لكن عدوى الجلد الفطرية ممكن تنجم عن سرعة تكاثر بعض أنواع الفطريات التي تعيش طبيعيا في الجلد أو جراء ملامسة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة المصابة بالعدوى أو التقاطها من البيئات الرطبة، لتظهر في مناطق متعددة من الجسم، وعادة لا تكون عدوى فطريات الجلد خطيرة في حالات معينة. لتفاصيل أكثر خلينا نرحب بضيفتنا لليوم الدكتورة وهيبة سليمان، اختصاصية في علاج الأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن حالة شائعة خلينا نقول بين الناس، ولكن بشكل نسبي بداية طبيا وعلميا خلينا نعرف بفطريات الجلد ووين أماكن أكثر أماكن تواجدها على الجسم. ممكن تصيب الشعر، ممكن الأظافر، يعني كل ملحقات الجلد بتصيبها، ممكن تصيب من عندنا من شعر الفروة حتى أخمص القدمين. الفطور الجلدية في عندنا فطور المعدية، هي عادة معدية ممكن من الحيوان للإنسان، في حالات من إنسان لإنسان، وأحيانا هي ممكن من التربة موجودة اللي بيمشوا كتير بالمسابح، ممكن ياخدوا هالعدوى على الرطوبة على التماس كمان بتصير هالعدوى. في عندنا بس في فطور اسمها النخالية المبرقشة، هي البقع اللي بتطلع على الصدر على الظهر، هي ما أنا معدية، هي مثل ما تفضلتوا هي نوع من الموجودة بشكل طبيعي على الجلد. في ناس عندهم استعداد انه تتكاثر وقت الرطوبة وقت التعرق، فبتتكاثر بتعطينا هالبقع البنية، البقع البنية او احيانا حمامية وصفية شوي ممكن تتحول لبقع ناقص لون، احيانا ممكن الواحد يفرق بينه وبين البهاق احيانا، بس هي عادة انه بتتراجع وبتتحسن مع الوقت. هي مانا معدية يعني، بس الباقي الفطور، الفطور اللي بنشوفها على الجسم اللي بتطلع بشكل بقع مدورة، بنحس الشفاء المركزي بالوسط بتكون طيبانة كل ما بتزيد عند الحواف، فهي معدية كتير بنشوفها ممكن مسعفات القدم عند أقدام الرياضيين، ونفسها هي الفطور ممكن تنتقل وتصيب المنطقة التناسلية والبين الفخذين خاصة عند الذكور بسبب طبيعة المنطقة التشريحية أنه دائما التياب ضيقة الاحتكاك، فهي الفطور بنشوفها كتير. في عنا الفطور اللي بتمنا كتير اللي بنشوفها هلأ كمان كتير هلأ عند الصبايا، الفطور الأظافر طبعا بنشوفها عند كمان الذكور والكبار بالعمر، يعني الكبار بالعمر فطور الأظافر يعني 40-50% بيكونوا مصابين فيها نتيجة انه هي على لبس الأحذية الضيقة. بالنسبة للفطور الأظافر وحتى القدمين اليدين القدمين هلأ بنشوفها كتير بسبب تركيب الأظافر، الجل اللي عم نحط على الأظافر عم يصير كتير بيئة مناسبة لأنه هالفطور تتكاثر وتصير تشوه بالضفر. طيب دكتورة خلينا نحكي، اليوم حضرتك وضحتي أنه فطريات الجلد هي مانا معدية بأغلبها. لا بالعكس هي معدية، بس في عنا الفطور النخالية المبرقشة مانا معدية، بس هي مانا معدية. طيب خلينا نقول اليوم في كتير أنواع، ولكن في أكثر شيوعاً، شو هي الأكثر شيوعاً وكيف ممكن يكتشف شخص أنه هاي فطريات فيتوجه؟ لأنه في ناس بتخلط أحياناً بين الفطريات وبين البقع أو الحساسية اللي بتصير الموسمية. طبعاً هي يعني تقريبا هلا اسعافات الفطور الفطريه هي كثير شائعه وممكن تختلط مع كثير، يعني بالتشخيص ممكن تشبه الصدف، ممكن تشبه الاكزيما، ممكن النخاليه الورديه، فاي بقع اي مريض لازم يشوفها لازم فورا يتجه لطبيب الجلديه، لانه العلاج فرضا عالجنا طلعت اسعافه، راح الصيدلي اعطاه كريم كورتيزون اسعافه يعني فطريه، فهي بدها تزيد. وهلا نحن كثير عم نعاني من انه تعنيد الفطور على العلاج، فالأدوية تبع الفطور للأسف ما في كتير فيها تطور، مو مثل أدوية الالتهاب الصادات الحيوية دائما للأسف. فنحن بدنا نضل على كذا نوع، مثلا التربينافين صار في مقاومة كتير عليه، في عنا الجريزوفولفين، الإتراكونازول، كلها عم نلاحظ انه المريض عم نعطيه الدواء شهر وشهرين ممكن يتحسن، بس في حالات انه بعد ما يوقف الدواء عم يرجع. مثل ما قلنا دائما توجه للطبيب فورا حتى ما نحط أدوية ممكن تزيد الفطور وتزيد فترة العلاج. فترة العلاج يعني طويلة خاصة بالنسبة لفطور الأظافر اليدين والقدمين، انه الفطر الطبيعي ليطلع بده أشهر، فكيف الفطر الضفر اللي فيه
في فطور، فنحن بدنا نعطي ادويه الفطر بالطريق العام خاصه فطور الاظافر وموضعيا. في عندنا كثير موضعيا، واهم شيء ننتبه التهويه، يعني مو انا اعطي الدواء ويضل واحد لابس بوتل رياضه كل الوقت، لا لازم تهويه، احذيه مفتوحه طبعا، بس يعرق كثير بيجي بيغسل المريض بينشف منيح، اهم شيء التنشيف لانه على الرطوبه كثير ممكن انه تزيد الفطور. علاج اكيد عند الطبيب، ما نلجا لابدا لعلاج مثل ما اخذ جارنا مثل ما اعطانا الصيدلي، ومثل ما قلنا في استعفات ممكن بالجسم ممكن بالراس، استعفات الجازم الا هي بتصيب الاطفال كثير، تنتقل كثير من الحيوانات، فما لازم كل ما شاف واحد قطه كلب بيقعد يلعب فيهم بالشارع، لان ممكن كثير هدول يقعدونا ويساووا لنا هالاستعفات. هي السعفات ممكن تصير بالراس، بتعطينا بقع مدوره، الشعر بيكون فيها مزوز يعني مقصوص، بنحاول نسحب الشعر بينسحب بسهوله، واذا ما تعالجت مضبوط ممكن يصير عندنا حصات حتى ندبيه، خاصه اذا التهبت وصار عندنا تجرثم وفاتت الجراثيم غير بقى الفطور، فبيصير عندنا حصه ندبيه، فكثير لازم ننتبه للاطفال نعالجهم مضبوط، ما بنوب نستهتر بهالموضوع لانه ممكن يصير عندنا ندبات خاصه بسعفات الفروه عند الاطفال. اكيد دكتوره مثل ما ذكرتي اليوم رحله العلاج ممكن تكون طويله، بدها صبر من المريض يعني، وبدها دائما تشييك دوري. نحن حنكفي بحديثنا ونروح لسبل الوقايه كرمال ما نروح بهي المشوار الطويل من العلاج، ولكن كالعاده سلمى اكيد رشا رح نروح مع مشاهدينا لغرفة الأخبار، ولكن بس قبل ما نروح استفسار صغير. حضرتك قلتي في مشكلة هلأ كتير شائعة وموجودة إنه ناس عم تروح عند الصيدلاني تاخد دواء كورتيزون، تمام، اللي هي الكريمات الكورتيزون، وبالتالي عم بيصير في تعنيد. نحن بنعرف الكورتيزون يعتبر يمكن اخر شيء بالادويه ممكن يتاخذ لانه بيعمل اعتياد يعني. لا الكورتيزون اذا كان بمحله مرض اكزيما ممكن موضعي بالصداف هو دواء ممتاز، يعني هو سيف ذو حدين مثل ما بنقول، بس مثلا انا احطه على آفه فطريه، هلا في بعض الافات الفطريه بيكون فيها التهاب شديد كثير، ممكن اعطي الكورتيزون يومين ثلاثه بس لتخف الحده الالتهابيه مشان ما يصير مثل ما قلنا بسعفات الفروه، مشان نخفف الالتهاب ما يصير ندبات، بس فتره كثير قصيره. بس الكورتيزون بس ينعطى بالافات الجرثوميه، بالافات الطفيليه، بالفطور اكيد بده يفاقمها كثير، فضروري جدا نحن نتوجه للطبيب عند ظهور اي افه جديه. في افات كثير كثير بتشبه الفطور مثل ما قلنا النخاليه الورديه تقريبا نفس البقع، فهي ما بدها اي علاج، فهي بتروح بشكل تلقائي ممكن تطول، فانا كمان ما ضروري اعطي دواء فطر ممكن يوصف الصيدلي او اي حدا انه دواء فطري ممكن هذا ياثر على الكبد على كثير شغلات وما في داعي، فلحنا ضروري التشخيص لنقدر العلاج المناسب. صحيح، كنا عم نحكي عن موضوع الكريمات والكورتيزون وبعض الادويه اللي ممكن تتاخذ خطا وتعمل تاثير سلبي بدل ايجابي. اكيد مثل ما قلنا انه العلاج لازم يكون انه الطبيب هو يوصفه، دائما التهويه كثير ضروريه، اهم شيء الوقايه من الفطور، الاولاد الصغار ننصحهم بالمدارس مشان ما تنتقل لهم، لانه ممكن تنتقل من انسان لانسان، ممكن من حيوان لانسان وحتى من انسان لانسان، فمو يحطوا طاقيه من طفل لطفل، بكله الشعر كله هذا بيساعد انه ينقل مو بس الفطور، ممكن الامل الرأس، القوباء، الالتهابات الجلديه الجرثوميه كلها، فدائما الواحد اغراضه تكون لحالها، حتى كمان النساء بس يروحوا يساووا اظافيرهم مع انه كثير هي شغله سيئه وقت شائعه كثير دكتوره. ايه طبعا انه لازم ادواتهم، لانه حتى التعقيم ما في شيء انه يعقمه بشكل كامل، ننتبه كثير وقت يشيلوا الجليده تبع الظفر، انه هي كثير بتاثر، لانه ممكن تاثر على رحم الظفر وما يعود يطلع الظفر مضبوط. ردود الاظافر دائما هي بتحرض للفطور، فدائما ننتبه اللي بياكلوا اظافيرهم كذا كله بدنا ننتبه، وكل ما عالجنا بشكل اسرع فهو افضل، يعني الاظافر بس نشوف اي انحلال بالظفر، اي تغير بلون الظفر، اصفر ابيض، تسمك بالظفر، فلازم نتوجه فورا للطبيب. اكيد دكتوره بعض النصائح والاجراءات الوقائيه هي قادره يمكن تحمينا اليوم من رحله علاج طويله، ودائما نحن في سؤال بنساله انه مين هن الاشخاص المعرضين اكثر للاصابه؟ هل في اشخاص يعني عندهم حالات مثلا جلديه مرضيه سابقه هن مهيئين اكثر لهي الاصابه؟ هلا هو يعني الفطور اذا موجوده ممكن اي شخص ياخذها، بس طبعا وقت يكون الناس المثبطين مناعيا عم ياخذوا ادويه مثبطه للمناعه بيكون انتشارها اكثر الفطور، فبدل ما تكون بقعه صغيره ممكن تصير بقعه
منتشر على كل الجسم، فضروري هدول دائما انه وقايه لهم، انه بالاصل وقايه من كل الامراض، مو بس من الفطور، من الفيروسات، من الجراثيم، من اللي عم ياخذوا ادويه مثبطه مناعيه، مرضى السرطان او المرضى الاصل اللي عندهم مثلا السكري كثير بيصير عندهم بين الاصابع داء افوات، بنقول لهم مبيضات، هي نوع من الخمائر. في عندنا الفطور، في الفطور العاديه البويغاء الشعرويه، وفي عندنا المبيضات. المبيضات البيض هي من الله، بتصير كثير محل ما في انه تلزيق بعضهم مثلا الاصابع، فبصير عندنا تعطن، بصير سطح ابيض بين الاصابع خاصه القدمين، وهي بنخاف منها عند المرضى السكريين او المرضى المثبطين مناعيا، ممكن من كتل الرطوبه بصير تشقق، بتفوت الجراثيم، وممكن يصير عندنا التهابات جرثوميه تاليه. فاهم شيء مثل ما قلنا، وقايه، احذيه مفتوحه قدر الامكان، لو انه هلا احنا بالشتاء يعني بالبيت دائما يكون مفتوح. بس يبدا الفطر ممكن اذا سعفه صغيره بدايه الفطر ممكن كريم موضعي يؤدي يكون كافي، بس طالما انتشر فكتير لازم نتابعه. مثل ما قلنا للاسف صار عندنا حالات معنده كتير على العلاجات بالادويه الفطور، فلازم تعالج لو لفتره طويله ونتابع دائما. ونلاقي هلا مثلا عائله مثل ما هي كلهم جايين معباين كلهم هالدوائر هالسعفات الفطريه، نعالج واحد بيطيب بيرجع الثاني، فبدنا ننتبه كثير دائما. الواحد اغراضه لحال، تهويه قدر الامكان، وصحه للجميع ان شاء الله. يعني هي اهم النصائح. يمكن دكتوره هل في شيء معين بتحبي تضيفه قبل ما نختم؟ مثل ما قلنا انه دائما الثياب، الادوات خاصه اللي عم يساوي اظافيرهم تكون خاصه بكل شخص لحاله. نبتعد الحيوانات، يعني حتى الحيوانات مو بس بالطريق، حتى حيوانات كثير منزليه يكون عليها فطور بيقولوا لنا ايه ملقح الحيوان، وهي ما دخل، هي ما في لقاح للفطور، فبيكون عندنا هيك مثل قشر ابيض. متى ما شفنا اسعافات على جسم المريض فاكيد لازم نطلب منهم انه يبعدوا بشكل كامل على الحيوانات، لانه التماس معها بيساوي لنا الفطور، وممكن طبعا امراض ثانيه. اكيد دكتوره ما تشكرك ونتشكر حضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتيها، يعني ودائما نقول هيك شويه وقايه خير من العلاج. شكرا كثير. شكرا لك دكتوره. شكرا كثير.